صباح الخير لكم مشاهدينا من قلب طرابلس، من طرابلس القلب، من طرابلس الفرح، من طرابلس الثورة والانتفاضة، ومن طرابلس العيد. اليوم نهارنا عيد بطرابلس. انا وزميلي الاء قررنا انه نكون على الارض بمبادره من الاء تنقول الحقيقه. بونجور الاء، ينعاد عليك اول شيء، ينعاد على كل المشاهدين. بالفعل احنا بمطرح اثري جدا بطرابلس ليعبر عن هذه المدينه الاثريه. طبعا باوقات الاعياد حبينا نكون مع هذه المدينه يلي اعطت الكثير، جينا نعطيها نحن بعض الاهتمام. خلينا نفسر كيف طلعت معنا الفكره. وطبعا رح نتعرف اليوم على دكتور طه بازرباشي اللي هو كمان ساعدنا بهالمبادره ولنقدر ننفذ. ولكن هالفكره طلعت من كل شيء عم نشوفه مع ألان درغام على الارض بطرابلس، التعب، الفقر، الحاجه، الامراض، الناس اللي عن جد ما حدا عم يلتفت لها. اليوم نحن رح نجرب معكم مشاهدينا من خلال شاشه الام تي في انه نحن نلتفت. وبما انه الدوله عم بتكون غايبه عن هالاوضاع الماساويه، خلينا نحن ولو بفلس الارمله اليوم نتعرف بالاول على هالمناطق او هالاحياء المنكوبه بطرابلس، وبذات الوقت بنطلب انه تساعدون تشاركونا على 03-112-888 هالرقم يلي رح يمرق كل النهار على الهواء. يعني نحن وياكم رح نشوف باقي التفاصيل. الا انت بلشت شوي تحضر وتشوف. يعني اول شيء عم نتحدى العاصفه يلي موجوده حاليا. عندي شغلتين اليوم، شغل مع وليد عبود بالاخبار وشغل مع طرابلس لنسلط اضواء. تحيه لاستاذ وليد يلي عن جد 24 على 24 شغلهم لكل عاملين باسم الاخبار. ويعطيني المجال كمان يكون موجود معك اليوم. يعني بكل صراحه رح نحاول قدر المستطاع نسلط اضواء على حالات، على شوارع. طبعا هذه المدينه يلي حرمت من سنوات طويله، العمل اصبح صعب جدا. نحن بس عم نحاول نعمل هيك لافته إنسانية اجتماعية. بتعرفي رانيا أنه بالأخبار على مدى 70 يوم كنا على الأرض مع الناس رغم كل التحديات. هيدا الشعب مناضل، هيدا الشعب كبير وقلبه بيساع كل المحبين. مثل قلبك تماما ألا، اللي ما بيعرف ألا بيشوف ألا المهضوم، ألا جدي بيضحكنا وبيبكينا على الهوا، ألا كله قلب. والمبادرة يلي بلش فيها بلا بدي أقولن مش قادرة ما أقولن، يا بدي استضيفك عندي بالاستوديو بس هلأ أنا وياك هون. ألا فعلا المبادرة يلي بلش فيها هي مبادرة فعلا ما حدا قايم فيها بلبنان، يلي هي عم بيدخل على بيوت الناس، عم بيروح على الحالات، على المستشفيات، الأماكن يلي فيها حاجة، لحتى نقدر نحن نكون مع الناس وللناس من خلال شاشة الام تي في. وأوريدي عندنا حالتين موجودين، يعني بعد ما بلشنا ودجا صح العالم كان فيهم يجوا لعندنا هون على برج السباعي، هذا المكان الأثري، ليشاركوا بالبرنامج، وإذا عندهم قصة يخبروها أو وجع حابين يعبروا عنه نحن موجودين هون من 10 ل 7 طبعا في محطات إخبارية وبرنامج بيروت اليوم. ولكن بس هذا نهار مخصص لهذه المدينة العظيمة. رانيا بس خلينا نستقبل أول حالة. نعم. حالة يلي هو الأستاذ لؤي زكريا. لؤي تفضل. بس بدي أذكر لؤي ما كان حابب يطلع على الهواء، قلت له لؤي هيدي فرصتك إنه تيجي تعبر عن وجعك، لأنه بعرف انه عز نفسك كثير كبيره ما كنت حابب تطلع على الهواء، وانما وجعك كمان كثير كبير. معلي لؤي، خبرنا من وين جاي وليه انت قررت تجي من اخر الدنيا لعنا، يعني من عكار، يعني مش اخر الدنيا بس انه مع التأس قررت انك توصل لهون. اول شيء يعطيكم العافيه والله يقويكم ويتمم عليكم، لانه اذا عدكم كريمه، واتمنى ان شاء الله اذا عدكم يوصل صوتي. نعم حيوصل صوتك، تفضل. انا من ال 97 بارك بالبيت، عوزي دوم مريض ولا عندي شهري رد علي رد عائلتي او على نفسي، وعوز يدوم. حتى الشؤون الاجتماعيه ما سمحت لي فرصه انه تعطيني بطاقه، يعني ما حدا اهتم فيك، ما عندك اي مصدر لا طبابه ولا حدا اي جمعيه ولا عم يقدر يلاقي كمان عمل. انت الوضع يعني اللي بيكون مريض وعنده عائله بده يرد. يعني كم ولد عندك؟ عندي بنت وصبي. الله يخلي لك. نعم. وعندك تاخذ ادويه اعصاب قلت لي، وادويه للعلاج قلت لك كمان، حتى اجرك صرت كمان عندها حاله خاصه بسبب الحقنات. بس انت اليوم اذا بدنا نقول اول شيء انه شو كنت تتمنى من دولتك انه تامن لك وما قد امنت لك، وشو بتمنى من المجتمع اليوم اللي واقف حدك اللي حابب حدا يساعد هذا الشخص اللي اجى من عكار؟ انا قلت لك انت من اول الثوره عم بتدق لي سوري ما قدرت اوصل لعندك، انت اليوم وصلت لعنا، تفضل. انا بعتذر منك. لا ابدا يعني ابدا، انا تفضل. انا بوجه من قبل اذاعتك الكريمه، وانا معك هلا موجود، نداء انساني لكل انسان قلبه رحيم
وبيحن اذا ما حن علي على الطفل اللي عندي، يعني عندي طفل رضع على الصيام يوقف معي. قد ايه عليك تقريبا بالشهر؟ قد ايه مصروفك صح مصروف البيت ان كان ادويه وان كان مصروف بيت بالشهر اقل شيء بدي مليون مليون ونص. لانه الادويه بس هلا وقتيا يعني نعم. كله الشحتف عجيب الادويه. نحن رح نجرب اليوم قد ما فينا انه نقدر نساعدك ونقدر نكون حدك، ورح بيتصلوا اكيد فينا الناس. شكرا لك وبندعيك انه تضل معنا على الرقم الموجود على اسفل الشاشه 03-112-388. نحن بلشنا من هلا عم نستقبل الكل هون ببرج السباع تليفونات، وتحيه لكل المغتربين يلي سالونا وين بيقدروا يتواصلوا معنا. نحن على السما كل النهار مع كل الناس وكمان موجودين هون لحتى تشرفونا. الحاله الثانيه نوال دندشي مع السيده دندشي، تفضلوا لعنا لو سمحتوا. هي هيدي حاله خاصه، اكيد رح نسمع تعاون كثير كبير ان كان من السفاره الفرنسيه اللي عم كمان هيك عم تسمعنا هلا او حدا له صله بالسفاره الفرنسيه. خبرينا شو حالتك الخاصه اللي بتضطر انك تفلي على فرنسا وتتلقي علاج خاص جدا. أنا عندي مرض مزمن أنا وصغيرة بالتعالج، فهيدا العلاج ما في منه هون، في منه بفرنسا. يعني من صغري أنا بتعذب من هالقصص. اليوم اليوم نحن جينا لبنتك، اليوم جينا كمان بنتك. معلم علي هيدا النهار، هيدا النهار رح يكون خاص لكل هالحالات بدنا الصعبة. بعد شوي يكونوا هول دموع الحزن يتحولوا لدموع فرح. يعني قد ايه عمري عمرك نوال؟ 20 سنة. الأدوية مش موجودين بلبنان؟ نعم. هدول شو؟ يعني إيديا إيديا عندها حالة خاصة، بس خليني أفهم القصة. خير أني أكمل معك لنفهم القصة الكاملة وشو بحاجة بالضبط. تفضلي. هو هذا العلاج ما في منه هون، يعني في بفرنسا مراكز خصوص، يعني هو مثله مثل الكانسير بيشبهه. اوكي بس هيدا يعالج الفرق يعالج يعني بس ما يعني بدك على طول علاج دائم كل الحياه وبتعيش بطريقه طبيعيه. طريقه طبيعيه طبعا. اوكي هلا السؤال، انت شو المطلوب حاليا لتنجح كل هذه المسائل؟ يعني ان كان من بدك فيزا على فرنسا صح؟ فيزا على فرنسا. وفي عندك كفيل هونيك؟ في عندي. انت ما بدك ما بدك اي ميكرو ألا تقدر تكمل حياتها بس ما أكثر من هيك يعني بدها فيزا فرنسا بس ما بدنا لا مصاري ولا شيء من حياتها. يعني أنا الدكاترة يعني أنا الدكاترة في حدا بيقربنا عنده نفس الكا وبيو أخذوا على فرنسا، حدا ساعده من المسؤولين بلبنان لأنه ما حدا بيمشي إلا بالواسطة، هني ساعدوه للصبي حتى سافر على فرنسا وبنتي ما عم بقدر لاقي حدا يساعدها بهالطريقة. ما تعطيليهم اذا هيك القصه كثير هينه، بدها فيزا طبيه خاصه، الاوراق رح نجرب نتواصل مع السفاره الفرنسيه ومع الكفيل لقدموا الاوراق مع بعض ويشوفوا شو ناقصكم، ورح نتابع هذه المساله للاخر ونتاكد انك طلعتي من مطار بيروت متوجه الى فرنسا ويتم كل العلاج اللازم. وخليني اقول على انه نحن كل الحالات رح نرجع نتابعهم معك من ارض طرابلس. بنفهم وجعك كثير. ولا يوم شافته حلو ابدا ابدا ابدا. انا كثير بزعل اذا حدا مريض وعنده كا بهالطريقه لانه هيدا المرض مثل الكونسير تماما، هيدا بيضرب منطقه منطقه وبعدين خلاص بصير جهاز التنفس على الاخر ما بعد فيها تاخذ نفس. يعني انا اكيد انه السفاره الفرنسيه حدا من اللبنان، عفوا مدام، بس لازم نفرح بشغله صغيره انه وصلنا الصوت ورح نكمل القصه على الكامل، مش بس انه نطلع على الميكرو بنخبر قصتنا وبنفل كل القصص اليوم اللي عم تطلع لهون. بدنا نعمل المستحيل قدر المستطاع انه نمشي معكم للاخر. انا بدي احيي انا شجاعتها لنوال وهالبسمه الحلوه يلي عن جد برغم من كل وجعها ومن كل تعبها ومن كل هيك اوقات بيفقدوا الامل، يعني انه يلاقوا العلاج انه تقدر تكمل بحياتها بشكل طبيعي وبعدها بأول عمرها. اليوم رح منلاقي الحال وهيدا وعد لإلك. ألا منبلش نهارنا؟ ما تعطيها منك وحدك وبتعقدي. أوكي أنا بدي بوسة يلا جود لك لإلك اليوم. بدنا ندعيكم تضلوا معنا. ألا ريدي؟ أنا رح بلش لكن جولتي على الأماكن في طرابلس لنسلط الضوء على طبعا كمان اليوم في شتاء وفي عواصف، رح نفرجي عن جد فعلا قد في ناس محرومين ومظلومين.
خلينا ناخذ فكرة شاملة أنا وياك علاء، غير الأرض يلي عم بيكون موجود فيها علاء، رح نستقبل رئيس بلدية طرابلس السيد رياض يما لحتى يعطينا فكرة شاملة كمان يلي هو على الأرض كمان مثلك علاء. موفق، أنا بشوفك بعد شوي أون أند أوف. يلا وين رح تكون أول شيء؟ او سيربريز تركنا بس انه عندنا حسب الجوله عندنا اشخاص عم بيساعدونا مثل حراس المدينه ومدام ريدا يلي كمان من سنابل النور اللي كمان عندها الداتا بيز وكل المسائل كرمال نروح عند اشخاص فعلا بحاجه انه نحكي معهم ونسلط الضوء معهم. راح يكون معكم اذا بهذه الجوله بطرابلس بهذا العيد ليكون ايد بايد ولا تكون طرابلس العيد. نحن رح نضل مع علاء بكل بيوت طرابلس. شكرا لك علاء، موفق اليوم بهالشتاء. بدعي الاستاذ رياض يما رئيس بلديه طرابلس، وانا بوعدكم مشاهدينا انه رح نعرف كل شيء اليوم عن طرابلس من بعض الجهات الرسميه، المهن الحره والجمعيات يلي عم يشتغلوا. خليكم معنا، رح ناخذ اول معلومات من الاستاذ رياض يما. اهلا وسهلا فيك. اهلا بكم، صباح الخير. طرابلس يعني اليوم يلي كل الناس بيقولوا انه فيها موارد غنى مش بس اكتفاء ذاتي، بتقدر تكفي منطقه الشمال كلها، يمكن ان كان من الاشياء السياحيه يلي موجوده، المعالم السياحيه، من الاثارات، المتحف، المصفيه وغيرهم. خلينا نحكي شوي عن وضع طرابلس اليوم وعن هالتقصير يلي صاير بحق طرابلس. استاذ، بدايه بدي اشكر الام تي في على هذا اللقاء، وبدي هني اللبنانيين رغم الامور اللي نحن ماشيين فيها، يعني ثوره وفساد او كل شيء، بالعيد السعيد. وبنتمنى انه يكون هالعيد عيد خير وبركه على لبنان وعلى اخواننا المسيحيين بالذات، كل عام وعليكم يا رب. بالنسبه لطرابلس، طرابلس مدينه مع الأسف إذا بقول من خلال بعد الاستقلال بدأت بالتراجع. بعد الاستقلال، قبل الاستقلال وفي التاريخ كانت من أفضل المدن على البحر الأبيض المتوسط. ليش؟ أسباب تراكم إهمال أو تراكم سياسات معينة أو تراكم ظروف مرت على لبنان وعلى المنطقة وصلنا على اللي نحن فيه. ما بدنا نرجع للماضي، الواقع اللي نحن فيه هلا. طرابلس فيها مرافق كثيرة كما تفضلتي، فيها المرفأ، فيها المعرض، فيها الآثار، ولكن مع الأسف أكثر هذه المرافق ما بقول معطلة تماما ولكن مهملة. نعم. بشكل عام في أشياء معطلة تماما، وفي مثل المعرض بنقول معطل للأسف. الآثار الموجودة، الجردة الآثار الموجودة، المدينة القديمة، قلعة طرابلس، آثار طرابلس اللي هي تعد ثاني مدينة مملوكية بعد القاهرة، فيها آثار مماليك، فيها آثار صليبية، فيها آثار بيزنطية. هيدي في مدن أخرى بتكون جذب للسواح وجذب لرأس المال. نعم. مع الأسف كانت عبء على طرابلس. شو اللي عم بيشكل هالمانع؟ يعني شو هو اللي عم بيصير لحتى يتوقف هالعمل بهالاماكن اللي هالقد هي كنوز يعني بطرابلس؟ هلا اذا بدنا نحكي بالنسبه للمرفأ وبالنسبه للمعرض، اكيد هذه الدوله، الاهمال من الدوله اكثر ما هو اهمال ولا عرقلات؟ يعني ممكن عرقلات، انا ما بدي ادخل بامور السياسه لانه هذه سياسات مضت وما زالت. يعني بنتمنى نحن على الدولة انه تنظر بنظرة مختلفة انه طرابلس هي عاصمة الثانية للبنان وهي عاصمة الشمال. نعم. واذا انتعشت طرابلس الشمال كله بينتعش. صحيح. والشمال كلنا بنقول القلب على الشمال، ولكن مع الاسف القلب هون معطل، في شرايين معطلة مع الاسف. انعاش اليوم عم نعمل ان شاء الله هلا بدنا انعاش هالثورة هيدي، وجود يعني اكثر الاعلام، اكثر وسائل الاعلام كانت ضوت على هالموضوع، وفعلا اثبت شعب طرابلس انه شعب بيريد الحياه، ليس شعب كما كان يقال عنه طرابلس كندهار،
يعني اعتراف جميع الإعلاميين وكل من زار طرابلس وجد أنه طرابلس غير ما هي كان مأخوذ عنه. الأمر الآخر اللي نحن بصدده هلأ بهالأيام الممطرة القوية هي آثار طرابلس، أماكن أبنية طرابلس المتصدعة اللي هي أهمال على أهمال، قضية قديمة وجديدة. مع الأسف في عنا هلع الآن في طرابلس، كل يوم في بلدية طرابلس بيأتينا أكثر من 10 أو 15 شكوى لأبنية مهددة بالانهيار. ومع الأسف الناس عم بتحمل العبء الكبير للبلدية، وهي البلدية في هذا الموضوع أكثر المؤسسة المظلومة. قلت لي انه قانون المركزيه شويه عم بيوقفكم عن العمل. نحن لو عندنا لا مركزيه بناخذ قرارات في المجلس البلدي وقادرين ننفذ من الناحيه الماليه او الاجتماعيه او الاقتصاديه اكيد كان الامر بيكون مختلف، ولكن هذا الموضوع نحن في المركزيه. اولا بالنسبه لهالابنيه هيدي وزاره الثقافه المسؤوله عنها، موجوده على جرده الأبنية الأثرية اللي هي محميات جردة أثرية لأبنية. مع الأسف أعطي نعمل فيها مسح من 2 و3 و4 و10، ونحن هلأ في بلدية طرابلس عم نعمل مسح جديد رغم أنه عندنا مسح قديم مصلحة الهندسة قامت فيه وقدمنا هالأمور. الأبنية ليست لبلدية طرابلس، هذا اللي بدنا نخلي أهلنا في طرابلس أنه يعرفوا هالشيء. هي الأبنية أو لمؤسسات كدائرة الأوقاف الإسلامية أو دائرة الأوقاف روم الأرثوذكس بالذات أسار، أو لأبنية خاصة لعائلات غنية كانت قديماً والآن هملت أو هجرت هذه البيوت ودخل عليها ناس سكنوا أو أنه بأجار قديم أو بدون احتلال. ربما صاحب المبنى كتير أحيان بيريد أنه المبنى تبعه ينهار حتى يبني عليه أشياء جديدة. أحيانا بيكون هالشيء، والهيد تنقسم إلى قسمين: الأبنية المهددة بالانهيار، أبنية قديمة وأبنية حديثة، يعني حديثة 40-50 سنة. وهون بحمل كمان وزارة الطاقة بس يعني ما بتدخل على الأثارات، ما بتدخل على الأثار، ولكن تدخل أنه عندنا نحن شبكة قديمة مهترئة. قدموا النواب ووزراء طرابلس قانون لمجلس النواب ومجلس الوزراء أنه هيدي الأبنية في تصدع بسبب شبكات المياه المهترئة اللي عم تنزل تحت الأساسات. وهيدي بدي بس هون، هيدي إذا لا سمح الله وقع أي بناء في 7 من طوابق كارثة بتكون. الأبنية الأثرية فيها عائلة عائلتين بس، هي الأبنية الأثرية هي كارثة على الآثار، ولكن الأبنية الجديدة هي كارثة على البشر، على الأعداد الكبيرة. أستاذ حكيت عن المركزية ولا مركزية، اليوم لحتى تقدروا تاخدوا قرار ببلدية طرابلس يعني مين لازم يكون معني بالموضوع ويكون في إمضاءات من مين؟ يعني بداية نحن مجلس بلدي. هلأ نحن بآخر جلسة خدنا قرارات لأنه عملنا مؤتمر موسع في قصر نوفل بلدية طرابلس مع الهيئة الإغاثة مع نقابة المهندسين مع سعادة المحافظ ممثل بالقائم مقام إيمان رافعي مع نقابات أخرى مع الإطفاء. خدنا بعض قرارات أنه بعض الأبنية اللي بتكون مش مهددة، لأنه كتير الأبنية مهددة ولكن اللي بتنهار لا سمح الله، نكون عندنا إمكانية انه اخلاء الابنية. بس هذا الشيء منه جديد، يعني هيدا الشغلة إلى سنين اليوم، يعني يمكن اليوم نحن عم نعرف فيها، بس انه هالموضوع هو موضوع يعني له فترة عم بيصير. يعني قانونا نحن بنعطي انذار لصاحب الملك انه يرمم البناء اللي عنده، بنعطي انذار اذا البناء مسكون انه اخلاء البناء. وهذا والبعض كثير من هالأبنية أخذوا إعانات من هيئة الإغاثة ليرمموا وما رمموا. مع الأسف هذا كمان حاصل لأنه هيئة الإغاثة يعني دفعت مبالغ طائلة بالسنين اللي كان في جولات الحرب بطرابلس. لهالسبب طرابلس ما فينا نحطها بطريقة أنه والله مدينة ضيعة، بده يكون إلى قانون
اقل شيء انه هالابنيه اللي هي مهدده نقدر نعمل لهم اخلاء، وهذا اخلاء بالدهان تعمل لهم بيوت ثانيه واعدادها هائله، يعني اكبر من امكانيات البلديه. استاذ رياض، الموضوع يعني طبعا في مشكله الابنيه وفي مشكله الانهيارات الابنيه، بس كمان في مشاكل ثانيه، في مشكله البطاله، في مشكله الفقر، في مشكله الطبابه. نحن طبعا خلال نهار اليوم رح نحكي مع كل النقبه لهالمهن يعني، بس يعني المشاكل كثيره. ليه عم بيكون فيها هالقد مشاكل اجتماعية بطرابلس؟ هل هو من انه انعدام سوق عمل للمواطنين، او في اسباب تانية؟ يعني شو اللي عم بيصير لحتى تكون المنطقة هالقد تعبانة؟ كمان هون الامر، انت لما بتكون المنطقة المحيطة بطرابلس غنية، ممكن كمان انه طرابلس يصير فيها غنى. لما نحن بطرابلس في عنا اكثر من 100 أو 200 ألف من سكان طرابلس ليسوا من طرابلس، وكمان أتوا من مناطق فقيرة، من العكار أو الضنية. يعني هذا الشيء تعب بالمنطقة طبعا، وهذا ساعد وجود أخواننا السوريين، في أعداد كمان هائلة بيقولوا لك 70-80 ألف موجودين بطرابلس وعم يشتغلوا بطرابلس. هذا عم يخلق بطالة أحيانا عند شباب طرابلس، والأماكن مثلا ما في قانون بطرابلس أو بلبنان المدن الكبرى أنه تقول أنا بدي الأماكن اللي فيها عمل مثل الإدارات المؤسسات الدولة تكون لأهل طرابلس. ممكن يجيك حدا من خارج يعني طرابلس. صعب الشروط وزير العمل السنة لل يعني الأجانب بشكل عام لحتى يفتح المجال أكثر للبنانيين. مؤسسات طرابلس أكثر من 70% من موظفينا من خارج طرابلس. أنا كيف طيب عم بيصير عندي بطالة بأهل طرابلس؟ بس ما في مراقبة على هالموضوع. لا يعني هذا قانون، قانون هذا عم يلتزموا الشروط الموضوعة من قبل وزارة العمل؟ طبعاً. أو في مخالفات؟ لا هذا منه مخالف، قانون المدن الكبرى ما فيك تقولي أنا بدي من نفس المنطقة. يعني معناتها عم تدور بطالة عند أهل طرابلس، عند شباب طرابلس، مهندسين طرابلس، أطباء طرابلس، ربما عمال طرابلس. أنت إذا بتروحي على بعض مناطق شعبية، وحضرتك أكيد زرتي أنت والأستاذ ألان التبانة وباب الرمل جبل محسن وباب والقبة، أكثر شبابها بدون عمل. عندنا تسرب مدرسي تقريبا ببعض المناطق فوق 50-60%. عندنا أمية في طرابلس، في عدد كبير من الأطفال أميين. كيف وضع المدارس؟ المدارس كمان منا يعني في المناطق الشعبية. إذا بدنا نحكي الاثنين، الخاصة والرسمية. هلا بين المدارس الخاصة طبعا مش كل الأولاد قادرين يروحوا على الخاصة، الخاصة بخير، كمان عندهم أزمات ربما لا يدفعوا للمعلمين، بس المدارس الرسمية بالمناطق الشعبية عم نحاول بشتى الوسائل أنه تكون على مستوى معين، بس عندهم نقص كتير. البلدية عم تتدخل بأكثر من مكان لتساعد المدارس الرسمية اللي هي هيدي مسؤولة وزارة التربية. نحن عم نساعد بأمور كتيرة يعني أساسية، حمامات أحياناً، أحياناً أمور ملاعب، أساتذة رياضة منه موجودة في بعض هذا في بالمدارس الرسمية. يعني أكثر من وزارة مقصرة بهالموضوع. معناتها الدولة بشكل عام يعني الدولة مقصرة. أنا من هون بحمل الدولة طبعا، يعني نحن وعم نحضر قلت لي أنه طرابلس عم يتعاملوا معها كأنه مدينة عادية بالشمال، علما أنه هي كمساحة وكعدد سكان هي عاصمة الشمال. يعني من بعد بيروت في طرابلس ويلي هي تقريبا نفس الشيء. يعني هالتقصير هيدا برأيك حضرتك كيف ممكن ينحل اليوم؟ يعني اليوم الدولة منهارة، المبادرات الخاصة والجمعيات الأهلية ما بقى عم تقدر تقوم بحالة. اليوم اتكلنا على كل الناس اللي عم يحضرونا طبعا، وعلى المغتربين اللي عم يحضرونا، ولكن برأي حضرتك مخطط على المدى الطويل شو هو المخطط؟ أنا بقول لك هلأ بالنسبة الدولة طبعا هي الأساس، إن شاء الله بترجع الدولة وبيصير في عدل، لأن ظلمهم بالسوية عدلهم بالرعية. الإنماء المتوازن المفروض يكون، ويبدأ كمان من عنا بطرابلس مثل ما نبادئ، مثل ما في مناطق تانية كمان بلبنان محرومة مع الأسف. يعني هلأ نحن كبادرة اللي قايمين فيها بالبلدية طبعا أي بيت أي منزل أي شيء مهدد
مانا قادرين نغطي الكل. هذا بدي أنا أقول لأهلي بطرابلس، ما يعتقدوا أنه نحن قادرين نغطي كل أبنية مهددة بالانهيار، ولكن لما عم بيصير انهيارات عم نتدخل فورا، حاجزين أموال لهالموضوع، والأمكن الأبنية الثانية طبعا رح نقوم كمان، بس كله حسب إمكانياتنا. هلا في بعض جمعيات، بعض ناس أثرياء أو عندهم الإمكانيات اتصلوا فيني شخصيا وطلبوا أنه إذا في بعض ناس فقراء نحن مستعدين نساعد بالترميم ببعض أمور، ونحن كمان اليوم رح نحط هذا اللي هلأ نحن كشي سريع. عندنا بعض ناس طبعا من أهل الخير عم بيحاولوا يساعدوا جيرانهم، عم بيساعدوا أهل منطقتهم. هذا اللي ممكن نتعاون مع البلدية، مع الجمعيات، مع المؤسسات، لنقدر نتخطى هالفترة الانتقالية بالدولة، لنقدر كمان ناخد حقوقنا بالدولة. بركة بترجع الدولة بتقلها بشكل إيجابي. خلينا نرجع نحط رقم التليفون على الشاشة على 03-112-38. عم تتصلوا وبتقدروا تتصلوا فينا كل نهار لحتى اللي بحب يساعد ويدعم بلدية طرابلس بهالمبادرات، يعني كأنه مبادرة فردية يعني. طبعاً ما طبعاً هيك هلأ الإغاثة طبعاً مشكورة اللواء خير، يعني قدم قال إذا عندكم شي بناء عم نقدم، يعني إذا بناء مكلف كتير ومنهار أو عم بيقولوا قدموا للإغاثة ربما تساعد. ما هيك بتحملوا البلدية، وهذا قانون بدنا نطلب نحن أنه نقدر لما منقوم بهالمبادرات هيدي أو المساعدات لبعض أبنية يمكن نخالف القانون، لأنه في مخالف للقانون اللي قائم عليه البلديات، أنه يتخطون يسامحونا بهالموضوع، لأنه رح نتخطى القانون لما بده يكون أهلنا معرضين للأذى أو لموت محدق. أحياناً تحت البيوت مهددة، بتروحي على البيت بتلاقي الأهالي قاعدين تحت الأسقف أو الأبنية اللي هي مهددة، وفعلاً في منه نهار تحته. وهون بالمينا كان صار انهيارات تحت بيوت ومات 2 أخوة، الغرفة اللي جنبهم بيقولوا لنا فيها ناس إلى الآن رغم أنه نهار البيت. يعني نحن شفنا هالحالات شوي استاذ رياض مع ألاندر غامية اللي كان عم بيكون صحيح موجود بأحياء طرابلس على الأرض، أشياء صدمتنا، صدمت كل المشاهدين. اليوم هالمبادرة اللي عم نقوم فيها يعني شغلة وكأنه ناطرين الناس حتى يقدروا يساعدوا أهل طرابلس، يعني تفاجأوا كتير بطرابلس، علما أنه كمان مثل ما ذكرت أنه في يعني طبقة ثرية وفي منطقة ثرية بآثارها بمواقعها بالمرافق السياحية يلي موجودة فيها. منشان هيك نحن اليوم من خلال نهارنا رح نتعرف على كتير من المناطق التعبانة أكيد بمساعدتكم ومع ألا، ورح منوجه كل التبرعات يلي رح توصلنا مباشرة لهالأشخاص يلي هن بحاجة على 03-112-38. ألا أكيد وإدارة الام تي في رح بتساعد بالموضوع لحتى يقدروا يوجهوا كل هالمساعدات. الطبقة السياسية والطبقة الثرية كمان وكأنه مش موجودة. احنا بنتمنى عليهم، احنا طبعا ما فينا نطلب منهم انه يساعدوا، في البعض عم بيساعدوا يمكن سرا، لانه كمان اذا اعلنوا علنا كمان الامور نطلب منهم، ما فينا نجبرهم. نعم. ولكن احنا مبادئ ديننا ومبادئ يعني شهامة. نعم. اهل لبنان واهل طرابلس يعني بتطلب منهم انه يكونوا الى جانب هذه الطبقة. نعم. اللي هي فعلا محرومة وهن بيعرفوا انها محرومة، وكتير احيانا وعبس حكينا يا استاذ الناس اللي عم بيساعدوا مش الكبار. نعم. وكتير احيان ايام. نعم. الانتخابات مع الاسف بيدفعوا الاموال الطائلة بالأماكن الغير مناسبة، نتمنى انه يدفعوها الان. نعم. حتى لو ما في مردود. نعم. انتخابي. شكرا لك استاذ رياض يا رئيس بلديه طرابلس، بندعيك انه تضل معنا اكيد وتتابعنا كل النهار. بريك صغير ومنرجع لطرابلس العيد، خليكم معنا.